ينضم معنا من القاهرة الكاتب السياسي مشاري الذايدي. أهلا بك أستاذ مشاري معنا. بداية، كيف تعلق على كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان قبل قليل؟ هو أعتقد الظرف اللي مرت فيه تركيا هو ظرف شديد واستثنائي بلا شك، وأعتقد أيضا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خرج من امتحان صعب، ربما هو أصعب امتحان تعرض له منذ أن دخل الحياة السياسية، ونجح في هذا الامتحان في كسب أو في لما أقول في تجديد شعبيته داخل تركيا. لكن من المؤكد أن هذا الحدث سيكون له آثار وتبعات لاحقة داخليا وخارجيا. كيف تصف الأمور التي تسير حاليا في تركيا؟ إلى أين برأيك تسير؟ هو مثل ما قلت لك، هو ما في شك أنه حدث استثنائي وهز البلاد قاطبة، وعرض السياسة التركية إلى المساءلة من جديد. أعتقد أنه حصل العهد الحالي في تركيا حصل على تفويض بهذا المعنى، ولكنه ليس تفويضا على بياض، لأنه بعض الذين نزلوا وعادوا أو رفضوا حركة الانقلاب العسكرية رفضوها حماية لمبادئ وأسس الجمهورية المدنية، يعني حماية للتجربة الديمقراطية. قد يكون بعضهم قد يكون مخالف لسياسة حزب العدالة الحاكم. لذلك أنا أعتقد أنه أكبر خاسر من هذه القصة هو أي تفكير بسيناريو عسكري في تركيا. من الواضح أن هذا السيناريو غير مرحب به شعبيا. نحن لما يهمنا نحن كسعوديين أو كعرب هو جني المستطاع من الفوائد من السياسة التركية. أنا أعتقد أن السياسة التركية في العهد الحالي بالنسبة للسعودية مفيدة جدا فيما يخص الملف السوري، ربما هي من أقرب المواقف رغم التحولات الأخيرة خلال الأسبوعين الأخيرين، الاستدارة التي جرت في السياسة الخارجية التركية مع روسيا ومع إسرائيل ومع سوريا، لكن في المجمل هي أقرب السياسات. هناك أيضا خلافات ما في شك في السياسة الإقليمية أصلا في الموقف من جماعة الإخوان المسلمين. نعم، هل تعتقد بأن الملف السوري له تأثير على أو يد مثلا في محاولة الانقلاب هذه في تركيا؟ هو إلى الآن لم يتبين من هو خلف هذا الانقلاب. هناك من يقول أنهم جماعة القيادي الشعبي الكيان الموازي فتح الله جولن، وهذا هو من نفس الفئة تقريبا. صحيح أنه ليس من جماعة الإخوان أو مقرب من جماعة الإخوان، لكنه ينتمي إلى التيار المحافظ، التيار التركي. لكن فتح الله غولن قال في تصريحات بأنه ليست له أي صلة بهذه المحاولة ولا يعلم عنها. ربما هو شخصيا ليست له صلة، لكن الكلام عن أنه العساكر أو الضباط الذين قاموا بهذه الحركة إلى الآن الصورة ضبابية أنهم محسوبين على جماعة فتح الله جولن، وهي من أكبر الجماعات النافذة في تركيا وتمتلك شبكة واسعة من المدارس والاستثمارات خارج وداخل تركيا. لكن لا أعتقد أنه سيؤثر الآن حاليا على السياسة التركية. ربما السيد رجب طيب أردوغان وأركان حكومته الآن في حالة احتواء وربما معاقبة وردع لمن خلف هذه المحاولة، لكن المهم هو ما بعد هدوء العاصفة كيف سيكون شكل السياسة التركية في الداخل والخارج. يعني أنا أعتقد يجب علينا لمدة شهر أن ننسى، أن لا نركز كثيرا على ردود الفعل. نحن الآن في مرحلة ردود الفعل بالنسبة لتركيا الأردوغانية. ماذا بعد ردود الفعل؟ هل ستتغير السياسة التركية على المستوى الإقليمي وعلى الداخلي؟ هذا أعتقد هو المهم، وهذا ما سيتبين ليس الآن على الأقل بعد شهر أو شهرين. نعم، الرئيس التركي قال للشعب أنتم من أول لحظة من خروجكم قمتم بإفشال هذه المحاولة، وأرجو منكم أن تحافظوا على هذا التلاحم. كيف تصف اتحاد الشعب التركي واتحاد كذلك الأحزاب في هذه المرحلة التي كانت حرجة بالأمس؟ هو اللافت ليس أن يعني ينزل إلى الشارع أنصار الحزب الحاكم، هذا شيء طبيعي. هو اللافت أن ينزل بعض المعارضين للحزب الحاكم وحزب السيد أردوغان، ليس من أجل سياسات السيد أردوغان، ولكن من أجل حماية التجربة الديمقراطية في تركيا، وخوفا من تجربة الانقلابات العسكرية. تركيا ربما لديها ذكريات جيدة مع مثل هذا النوع من الانقلابات. الآن الباقي أن يكون هناك استيعاب لحالة المعارضة. هناك معارضة حقيقية في تركيا من عدة أحزاب، يعني سواء حزب الشعب اللي هو الحزب الأتاتوركي التقليدي، أو حتى من الأحزاب الكردية، أو بل حتى من الأحزاب الإسلامية مثل أو التيارات الإسلامية مثل ما تجربة فتح الله جولن. كيف سيتعامل الحزب الحاكم مع هذه الأطياف من المعارضة؟ كيف ستكون انعكاسات هذا الأمر على السياسات الإقليمية التركية، خاصة في التعامل مع إيران
ومع سوريا، أعتقد هذا هو الذي يجب أن نرقبه بعناية خلال الفترة القليلة المقبلة من شهر إلى شهرين. نعم، كيف ترى اعتقال وتسريح الكثير من الآلاف من السلك القضائي والسلك الأمني كذلك في تركيا؟ مثل ما قلت لك، هذه ردود الفعل المتوقعة الآن. الحكومة التركية الآن، السلطة في تركيا هي في حالة ردة فعل الآن، هي تلقت الصدمة والآن في حالة الرد على ما حصل، ومن الطبيعي أن يكون هناك حالات فصل وحالات معاقبة وحالات محاكمة وحالات سجن في السلك العسكري أو السلك القضائي المتهمين بمساندة هذه الحركة. ومثل ما يقال، النجاح له ألف أب والفشل ليس له أب. نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من القاهرة الكاتب السياسي مشاري الذايدي، شكرا جزيلا لك.